مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي اعزائي متتبعي متتبعات قناه تيليماروك في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم جلسه رياضيه. جلسه رياضيه نواصل رسالتنا الاعلاميه خاصه في التقاطع الحاصل بين الرياضه وجائحه كورونا. كالعاده ثلاث محاور وضيف واحد. في المحور الاول سنتوقف عند دور الطبيب الرياضي في ظل هذه الجائحة، وفي المحطة الثانية سنتوقف عند طب الكوارث، ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة للجدل تتعلق بتعليق الدوريات في العالم. لمناقشة هذه المواضيع يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيف له صلة له ارتباط بهذه المحاور. باسمكم جميعا كنشكره على تلبية دعوة البرنامج. مرحبا بك دكتور عبد الوهاب جباري، طبيب فريق يوسفية برشيد. انا كنشكرك على الاستضافه. شكرا للسي حسن. البدايه بدور او ادوار طب الرياضي في ظل هذه الجائحه. دكتور، بدءا غادي نسولك في ظل هذا الوباء اليومي ديالك، كيفاش كيكون الروتين اليومي ديالك في عملك في داخل النادي، اتصالات ديالك مع اللاعبين؟ حنا كنعرفوا اللاعبين ديال يوسفية برشيد ماشي كلهم مقيمين في برشيد، كيفاش كتحاول انك تبقى على خط تواصل يومي مع اللاعبين؟ واش ري حسن، الدور ديال طبيب الرياضه راك كتعرفوا هو الوصول بالرياضيين الى اعلى مستوى من الكفاءات البدنيه والصحيه والنفسيه والعقليه، والمحافظه على هذا المستوى لمده اكثر ممكنه. اذا من انطلاق من هذا التعريف، يعني فيما يخص الجانب الصحي الجانب الاعداد البدني، فكيبقى عندهم ولي طبعا في اطار التنسيق فعلا في اطار التنسيق. ربما الفيديوهات اللي زعما راك فيهم شتيهم في اطار التنسيق. وقلناها من نهار كان عندنا لقاء مع سميتو مع نهار 14 مارس لقاء مع وجده وتحدف. من ديك الساعات عطينا اللعابه قلنا لهم كيفاش غادي نتصلوا بكم، كيفاش غديروا في ديوركم، وتكلمنا مع يعني على هذا الوباء، عرفناهم بهذا الوباء وبالاخطار ديالو البعيده والقريبه والحجر الصحي وكاع المسائل اللي كسميتو. وبقينا معاهم لحد الان كنتصلوا بهم، لانه حين ذاك الجانب النفسي والجانب ديال العقلي هو الدور ديالي دابا انا. واخا قبل ما ندوزو للجانب الذهني، بغيت نعرف شنو هي طبيعه التساؤلات اللي عند اللاعبين، طبيعه الانشغالات ديالهم، شنو هما الحوايج اللي كيتعاودوا معاك دائما، وشنو هي الحوايج اللي كيقدروا يديروها بعض الرياضيين اللاعبين اللي انت كتشرف عليهم وانت كتحذرهم منها؟ كنحذرهم المسائل اللي كنحذر منها هي يدير واحد البرنامج، لانه يفيق في الصباح يدير واحد البرنامج من الصباح للعشيه اش خصو يدير، والا راه غيتيه هذاك البرنامج. اش خصو يدير من الصباح؟ اش غادي يفطر؟ اش غادي ياكل؟ اش غادي يدير في التمارين ديالو؟ اش غادي يشوف في الاخبار؟ شنو هي الاخبار من يكون مستقات؟ وقلنا لهم جوج القنوات اللي خصكم تثقوا بهم، جوج المصادر، وزاره الصحه والمنظمه العالميه لوزاره لوماس، يعني المنظمه العالميه للصحه، هذا مجوج باش ما يتبعوش دوك الاخبار الزائفه. الاخبار الزائفه والاخبار اللي هي غادي تطيح انعكاسات هي على الذهنيه ديال فعلا فعلا لان حنت هما نيت الا ما دارش هادشي هذا اش غادي يوقع ليه؟ غادي يضطرب ويتقلق الصباح، خصو يدير يسطر واحد البرنامج باش ما يخيمش عليه الغضب والقلق والحزن ويسيطر عليه ديك المشاعر السلبيه، لان هذه كلها كتادي به للاضطراب في النوم، والاضطراب في النوم غادي يؤدي به الى يعني مسائل غتكون عندها وسائل وخيمه على المناعه وعلى الصحه ديالو. بالتالي لان احنا بقى لنا في هذا الحجر الصحي، يعني الحجر الصحي خصو يكون بحذافيره، يطبق بحذافيره ماشي على اللعابه. انا قلت لهم غنمشيو لديورهم، كنت النهار الاول دويت على تاع المواطنين، لان ما حد الانسان ما كيديرش هذا الحجر الصحي ما حد الفيروس كيدور.
يعني شنو كيدور؟ يعني الانسان كيسيركولي كيسيركولي مع الفيروس، وهذاك الانسان احنا دابا في الاخر علاش دابا هاد الكمامات؟ لانه لقاو ناس يعني حامل الفيروس وما عندوش ذاك ما عندوش الاعراض ما عرفش. اذا هذاك ما الفرق بينه وبين واحد شاد متريات؟ لا فرق بيناتو، هذاك خارج الزنقه، هذاك عنده متريات كتشوفو، هذاك عنده يعني اكثر من متريات ما كتشوفهاش، وهذاك هو العدو اللي تخزن عليه وهذاك ما تقدرش تخزن عليه. اذا كتبقى المناعه، المناعه باش غادي نذكرها؟ بالتغذيه، التغذيه والنوم، باش باش نقدروا نبسطوها باش يعني وايضا بالتداري. بالتداري هذه لا واخا في اطار العمل ديالكم انتم كاطباء رياضيين الان في ظل هذه الجائحه كتكونوا مضطرين اكيد انكم تعطيوا استشاره ديالكم حتى للعائلات ديال اللاعبين. فعلا ماشي غير اللاعبين، يعني كتوسعوا فعلا فعلا هذا الشيء اللي كان انا كنسولوا على وليداته وعلى امه وعلى باه. مؤخرا مؤخرا اتصل بي واحد اللي عنده وليد مريض، فعلا انا قلت لي سير الفارماسي، قال لي شنو؟ قلت لها شري لي شري وراه لاباس الحمد لله. بقى لي واحد نيت واحد السيد مسكين حتى هو كان عنده دار عمليه ما بقاش باش يمشي حتى للعيون وهذاك الشيء، شي منا كنقدم ليه مسكين الحمد لله على الشفاء ديالو لان دار عمليه على الركبه ديالو الشي شيخي، وكنمشي عنده للدار وعالجناه والحمد لله راه بخير دابا، خصو شي الترويض راه غادي كنديروا ليه نديروا ليه شي الترويض وان شاء الله غادي. واخا في اطار العمل ديالكم انتم كاطباء ديال الانديه المغربيه، كانت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم كانت دارت لكم واحد التجمع هذه واحد شهرين تقريبا ولا ثلاثه، كان الموضوع الرئيسي ديالو كان هو الدوباج. وكان حديث ايضا في هذه الدوره على بعض على الطب ديال الطوارئ يعني ديال لي زيرجونس، لان كنلاحظوا بان اغلب الانديه ما كتوفرش على الوسائل الطبيه والتجهيزات الطبيه الكافيه لمواجهه اي وباء اي مرض محتمل من غير الامراض العاديه اللي كنشوفوا احنا عند اللعابات تضرب ميسكل ببالجي الى اخره. وحنا دابا حنا في طور الاحترافيه كي قال ذاك، والاحترافيه خص يكون عندها جميع المستلزمات المتطلبات ديالها، بين هالشيء اللي ذكرتي انت خص يكون عندها جميع المسائل ديالها، يعني مثلا لومبيلونس بعد مره كانت الحمد لله كان دابا ولينا كنشوفوا لومبيلونس عامره، دابا ولات مذكره، دابا لومبيلونس كتجي عامره فيها كل شيء كاع المتطلبات اللي ايكيبي، ما بكري كانت خاويه. الانديه هل تملك الانديه سيارات اسعاف ديالها؟ خلي ديك اللي كتجي لا 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 لحد الان انا لا يعني ما كنعرفش بان شي نادي عنده شي يعني شي امبيرونس خاصه به ومجهزه يعني باحدث التجهيزات اللي يمكن نخدموها في عند حدوث شي خطر ما، سواء لما باللاعب او علاش؟ لان راه هذا اللاعب هذا راه يقدر يتصاب لك في التداري، احنا ما دايرينش هذا الاعتبار، يقدر يتصاب ولد في ليكول ديال الفرقه، ولكن هادشي كاع حنا ما دايرينوش، غالبا ما كيهزوه في سياره ديال شي مسير ولا سياره ديال شي واحد ولا شي منخرط، هادي غادي تعلمنا على حاجه اخرى. اذا الان حنا كنرتبوا في الاولويات، دابا ولا الاولويه الطبيه راه ولات راه قربت التقنيه، راه ولات قد قد، قبل كان الطبيب ما كنقولوا الطبيب ديال الفرقه اخر ما كنفكروا فيه، دابا ولينا هو الاول كنفكروا فيه قبل المدرب ولا الجهاز كامل. وفعلا سيفين دابا كل الوقت ديال داك لو باترون هو اللي كيقول كلشي للمدرب، دابا الحمد لله كلشي كيكون يعني اي فكره كتكون باش يسير كتكون تشاركيه، والا راه ما غادي النتائج غتكون وخيمه ما تكون حتى شي حاجه، لان حتى منين غادي هو المدرب خصو داك اللاعب يتشافى في ساعه ويرجع للملعب في الحين، خصني لابد ندير انا يعني الطاقم ديالي كل الطاقم اللي معايا كله خصو يخدم باش يعد هذاك السيد ويرجعوا الحاله الاولى اللي عليها من جميع النواحي. واحد الدراسه اللي قريتها كتقول بان الكافيين كماده كيرفع الاداء البدني ديال اللاعبين، والان والناس يعني في اطار هذا الحجر المنزلي بعض الانديه بداو كيوصيو اللاعبين ديالهم باش ياخذوا كميه من هذا. لا انا لا اوصي بها، لانه الا بغيتي النوم كيف نقول لك النوم الهادئ شنو هي؟ كاع داكشي ديال اكسيتون يعني بما فيها اتاي والقهوه وبما فيها الافلام مشاهده الافلام المثيره بما فيها الحمام الساخن
بما فيها يعني مجالسة الأصدقاء في واحد التشاجور وواحد المسائل ديال ده، هذه كلها ما غيجلبوش ليه النوم الهادئ. وزيد النوم عاون الأكل اللي روبالين هما يعني مأخرين ويعني وكثار بزاف، هذا كلهم ما غادي يجيبوا لي غير الكوشمار. بصح. طيب دكتور، غنمشيو للمحطة الثانية في جليسة رياضية. في المحطة الثانية سنتوقف عند طب الكوارث، طب الكوارث هذا القطاع المغيب. قبل ما نبداو النقاش مع الدكتور عبد الوهاب، غادي نمشيو جميع مع زميلنا حمزة سعود، نشوفوا تقرير في الموضوع ثم نواصل الحديث. يستقبل مركز أمل لعلاج مرضى القصور الكلوي عشرات الحالات تزامنا مع تفشي وباء كورونا المستجد بعدد من المدن المغربية، هنا أين يخضع المرضى للعناية الطبية المركزة من أجل التخفيف من تداعيات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. هذا المركز تم تخصيصه لهذه الفئة من المرضى لضمان تلقيهم للحصص الكافية بشكل يومي في تصفية الدم بالنظر إلى ضعف مناعتهم. هو درناه كعمل استباقي في أول مرحلة قبل من الحجر الصحي، أنه يكون المرضى ديال القصور الكلوي اللي غيتصابوا بالكورونا فيروس. فاحنا الآن تنتواجدوا في المركز ومعنا حالة اللي جات من المحمدية من مستشفى مولى عبد الله اللي دابا دار الحصة الثانية ديالو، والحمد لله راه يتحسن. فهذا العمل الاستباقي جعل من هذا المركز مركز جهوي بامتياز، ويمكن يغطي حتى الجهات المجاوره للجهات الدار بيضاء سطات. كل الطاقم الطبي هو تابع والتمريضي تابع لمؤسسه امل، اللي الحمد لله عنده تجربه كبيره ديال 11 سنه من العمل الجاد. وهذا كعمل اللي تتساهم به مؤسسه امل في هذا الوقت بالذات، لأن كلنا جنود مجندين لمحاربة هذه الجائحة. المركز تم تفريغه منذ وقت سابق من المرضى البالغ عددهم حوالي 40 مريضا كانوا حريصين على تلقي العلاجات اللازمة ضمن حصص تصفية الدم، وتم نقلهم في المقابل إلى مراكز طبية أخرى. حاليا تتوافد إليه العشرات من الحالات بشكل يومي من مستشفيات بالدار البيضاء، تتوافد إليها بدورها مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ويجري توجيه المصابين بالقصور الكلوي إلى هنا. وبدور ديالنا حنايا كنديو الواجب ديالنا وكممرضين، وكنديروا لهم حنا تصفية الدم ديالهم، وحنا حنا كنعاونوهم باش ما يقطعش الحصص ديال الدياليز ديالهم. ومنين كيخرج المريض من الحصه ديالو ديال الدياليز، ابخي كيجيو الناس اللي كيعقموا لينا لاصال ديال التصفيه ديال الدم وصافي. وهكذا ثاني ملي كيجي الحصه المجيه عاوتاني نفس الشيء، كنرتديو الزي ديالنا وهو تا هو البابير وكتبقى هكا هي المساله. وتم تجهيز هذا المركز العلاجي من اجل تخفيف العبء على المراكز الاستشفائيه بالدار البيضاء. مركز الامل يتوفر على قاعتين لتصفيه الدم، وغرفه يمكن داخلها عزل الحالات المصابه بالفيروس ونظيرتها المشتبه في اصابتها، من اجل ضمان استفاده هذه الفئه من حقها في العلاج. دكتور جباري، هذه فرصة نتكلموا على قطاع مغيب نسبيا في الطب، هو طب الكوارث. وفعلا احنا كنا التقينا شي طب الكوارث ولا طب الازمات؟ لا، طب الكوارث هكا كيعرفوا نيس طب الميديسين دو كاتاستروف، اللي كاتاستروف اللي نطلب الله لا يعرض البلاد ديالنا لهذا اي كان كيف ما كانت النوع ديال لي كاتاستروف ديال الكوارث. لان طب الكوارث كينقسم ثلاثه ديال سميتو، طب كوارث ديال سوسيال، وكاين طب الكوارث ديال ناتوريل طبيعي ديال الطبيعه بحال الزلازل، وكاين ديال الاندستريال ولي غير. هذا هو الطب، هذا هو الكوارث اللي يستر ملي كتوقع كارثه. يعني بحال هذا الوباء الا كان الله يستر ما قدرناش نطلب الله بجهد ديال الاطباء والناس اللي ساهرين على هالشيء هذا كلهم بمعنى العاصم والمواطن خصو يتفهم فعلا. لا، ولكن على راسهم دابا المسائل الملك ديال البلاد ومن بعد الحكومه والناس ديال الاشخاص اللي يديروا، الناس راه كيديروا اللي عليهم، ولكن الناس خصهم يديروا اللي عليهم، خصهم يلتزموا بهذا
لان قلت لك الطريقه الوحيده لحد الان تخيل لنا من تريتمون تريتمون كاين راه كاين ولكن ما كيوصل بعض المرات تريتمون تيكون فيه فات الفوت ما كنقدوش يعني مثلا جاك فواحد الاستاد متاخر ما عندك ما دير به كيمشي تفوفا ياك ولكن الله يستر وكلا في بزاف الناس يجوات هذه ولا كيولي الله يستر هو يولي كاتاستروف كيولي كارثه سوسيال يعني اجتماعيه كيفاش غادي عدد يعني عدد ديال الناس كله الله يستر جات من هذا الوباء يعني كيكون كل تو تي ديباسي دونك كيبقى في يدينا في هذه المسائل هو الحجر الصحي هو الدواء الوحيد والناجع باش نقطعوا الدابير ديال هذا الفيروس ما يبقاش يدور واخا تحويل بعض المرافق الرياضيه بعض المرافق الاجتماعيه بعض المرافق الاقتصاديه الى مستشفيات وحنا شفنا الروبورتاج هذه ظاهره تشكر عليها الحكومه المغربيه لان يعني فعلا امام جوائح بحال هذا الشكل هذا والكوارث هي هذيك كنكونوا بعض المره الله يهلي لي وصلها كيكون قنط من الزلازل كيبقى القناطير والجوامع بعض المره هما اللي ثابتين كندير هذيك القنطره كنديروا فيها البي سي ان الاول ولا البي سي 2 ولا الى اخره يعني باش عاد من بعد ديك الساعات كنشوفوا نفرغوا الناس ندوهم للسبيطارات كنديروا البي سي في مكان يعني مثلا في برشيد كاينه قاعه مغطاه ممكن يستعملوها قاعه مغطاه وملاعب كاين بزاف الملاعب الناس مستشفى الرازي ممكن ياخذوا منه شي طرف لا ممكن عندنا مستشفى اخر فارغ ذاك اللي كان القديم كله فارغ القديم يعني. القديم كله فارغ خاوي اداره عباره ولا عن اداره ولكن اداره ماشي كاع لي لوكو كلهم ماشي اوكيبي واحد من اقدم المستشفيات في كان 100 على ما يربع على 140 سرير اللي كان في هذاك الاول اما هذا الصغير ما فيهش بزاف واخا حنا كنتكلموا على الطب في ظل هاد الازمات انتم كهيئه طبيه الاشتغال ديالكم مع الفريق من جهه مع المواطنين بصفه عامه كيفاش كتلقى الاستشارات انت في حياتك العامه واش ضروري تاخذ استشاره من عند واحد كينتمي للفريق او لاعب او مسير او مدرب او تقدر تعطي استشاره لاي واحد انا اي واحد طلب مني اي مغربي اي كان ماشي مغربي كاين كيف ما كان انسان بطبيعه الحال طلب منك شي حاجه استشاره لابد ما تلبي ليه الرغبات ديالو سواء علاج سواء 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 اي كان لان لابد خصك والا ما غاتكونش طبيب وبالنسبه للطاقم اللي معاك الطاقم الطبي اللي معاك كيفاش كتواصل معاه لان معاك غادي يكون معاك الناس ديال كاين كيني كاين ماسور كاين انفيرميي كاين هاد الطاقم هذا كيفاش كت حتى هما ديما حنا مع الاتصال بيناتنا الا كان شي حاجه ملحه وشي حاجه ضروريه وكان هو عنده يستدعي مثلا بحال دابا كنعرف عندي واحد سوانيور يعني مهم مزيان السي العلوي يكون عنده شي حاجه في الدار البيضاء الناس ديال الدار البيضاء كنقول ليه قوم كان مع الرجاء قديم اي كنقول ليه قوم بهذاك بالمهام اللي قدامك اش دير واش دير واش دير كيقول لي مرحبا اهلا وسهلا كيلبي الطلب مسكين حتى هو هو راه مرضي في المسائل ديال الرياضه عزيز عليه واخا بالنسبه لامكانيات العلاج عن بعد هل هي وارده في الطب الرياضي؟ ايوا حنا اش نقول لك لان دابا امام هذه الجائحه هذه كل شيء ممكن لان ما يمكنش شيء اللي ما درتي شيء كيفاش غدير تتصل به هو مثلا في الدار البيضاء ولا في فاس كاين الناس اللي عندنا في فاس كاين الناس اللي لعابه كنت يعني لعابه كل واحد منين مراكش كثير من مراكش خصني كيتصل بيا عنده مو ولا باه ولا ولده ولا شي حاجه خصني لابد ما نقول ليها ولا ولكن كاين شي اصابات اللي ما تقدرش على البعد لا كنقيم التدخلات هنا الحمد لله عندنا اصدقاء الحمد لله اصدقاء في جهه اخرى كنقول له ودي غتمشي عند الصديق فلاني ولا الصديق فلاني الطبيب فلاني راه غادي يحل لك المشكل ديالك هذا بالنسبه للعيادات العيادات الطبيه العيادات الخاصه العيادات الخاصه واش كتنصح باش انا كنتكلمش لك على الطب ديال يعني طب اخر طب الاسنان طب واش خصهم يبقاو ما يبقاوش واش نقول لك في هذا الميدان هذا لانه خصو ياخذ جميع الحذر الاحتياطات لانه والا حيت قاعده دابا ديال الانتظار شحال كيكونوا فيها لان ما كتعرفش شكون اللي يجي عندك ما يعرفش هو هذاك السيد هو اللي قلت لك قبيله بانه هذاك السيد كاموفلي يعني ما عارفش يقدر هو ثاني الطبيب غادي يولي عادي العائله ديالو وعادي الناس وشاف كوك ثاني السلسله ما غات احسن هاد الناس اللي هما عندهم يعني كثير الخطر بحال اطباء اسنان بحال ذوك سميتو ما خصهم شي اللهم اللي كانت في شي حاجه وشي حاجه يعني ما لي جيرجونس ما كايناش قليل فين كاينه لي جيرجونس في طب الاسنان
طيب وصلنا الان للمحطه الثالثه والاخيره في جلسه رياضيه في المحطه الثالثه، وكالعاده تدوينه مثيره للجدل هذه المره من جزر موريس. دكتور جباري، التدوينه من الاتحاد ديال موريس كيوقف البطوله، كيقول صافي سي فيني البطوله غتوقف وهذا الموسم كانه لم يكن. انت من وجهه نظرك واش انت مع البطوله توقف، البطوله تعود؟ لا، هو نشاط رياضي كجميع الانشطه الاخرى اللي كاينه في العالم كله، اما الى بقى الحجر صحيح نطلب الله يهز الوباء ويكف عنا هذا الجائحه، الى استمر الحجر الصحي فهنا ما كاين ما بقى لا رياضه، لان الصحه هي اهم شيء، هو الكابيتال الكبير اللي عند اي كان اي انسان، لان الصحه قال لك ذاك المثال اللي كيقول لك الصحه تاج فوق رؤوس المرضى، لا يراه الا المرضى، فوق رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى. يعني الصحه هي الاولى، لان لو كان ما كانش الصحه ما غيكون سبور واخا الرسونت بلا زين عمسلي. كيما قلتي انت العوده لهذا العوده ياك بغيتي تقول لي العوده شحال تكلف؟ العوده هنا خص الفروق والانديه، الى ما تنبقات هاد اذا لا قدر الله اذا بقى خمسه ولا سته الاسابيع مثلا، خمسه في سته الاسابيع سيحتاج على الاقل ثلاثه الاسابيع اخرين باش تبريباري هذوك الناس باش توجد من المنافسه، والا ستكون اعطاب الاصابات وغتكون الخدمه ديال الجهاز الطبي ومش على الجهاز كاع كلشي غادي يكون. وحنا ما خصناش نوصلوا لهاد واخا حنا كنقولوا دائما بان المنافسات الرياضيه كتبقى رياضه، كتبقى حاجه ثانويه مقارنه مع الاهميه ديال الصحه ديال الناس، اهميه ديال الامن ديال الناس، اهميه ديال الغذاء ديال الناس، كاين الاولويات طبعا. في نظرك كطبيب لفريق يوسفيه برشيد، واش انت مع الناس اللي قالوا نحبسوا البطوله هنا وهذا نتبعوا هذا الكلاسمون اللي كاينه دابا، ولا غيكون فيها اجحاف وضرر للفرق اخرى وفيها خصوصا على مستوى اخر سلم الترتيب؟ لان ماشي تجي تحبسوا دابا وتقول لي صافي اللي تحتاني راه طاح. لا، هذا فيه اجحاف بالنسبه للفروق، فيه اجحاف للاعبين، لان مساكنه تعرف الناس كاين المورد ديالو، لان هو نيفو المورد ديالو هو هذا الرياض اللي كيدير دابا كيمارس. الا حبستي كل شيء راه حبستي عليه جميع المسائل ديالو. اذا حنا كنطلبوا الله هذا الشيء هذا يتهز الوباء، ولكن بعد يكون شويه ديال التريط وشويه ديال المسائل باش اللاعب ما يتصابش، باش يدار ليه يعني مثلا. انا قلت لك الا كانت على حسب الدراسات من ثلاثة حتى لستة الإصابات، ستة الأسابيع، خاص على الأقل ثلاثة الأسابيع 21 يوم. واخا باش نختموا دكتور، غادي نعاود نذكرك بواحد الواقعة ديال طرد تعرضتي ليه من طرف أحد الحكام، الله يسامح سامحته، ولكن الطرد الذي يتعرض له الطبيب. وانا اخي شنو نقول لك، واش خص تعاود شويه القوانين تعاود فعلا. انا كنعرف بان ربما كنشوف هنا حضور ديال الطبيب ولا في الجميع، ماشي على الصعيد ديالنا، على الصعيد ديال العالم ما كانش حاضر النهار اللي كان كيديروا القوانين ديال اللعبه ديال كره القدم. ما حضروش ولا ربما ما عرفش هو القانون. انا طبيب شرعي، انا هذه المسائل هذه لو كان هو طبق عليه على القانون ديال اللعبه. انا كنت نطبق عليه القانون اللي طبق على العام ديال جميع المواطنين، عدم اسعاف انسان في خطر. ربما شتي ديك الضربه فين جات، وحنا انا عاده شحال مره كيكون قدامي في البونتوش كيقول لي شكون اللي ماركا البيس، كنقول انا كنشوف كيفاش هذاك السيد كيطيح. وهذا هو اللي كان انا دابا الهدف ديالي، هذاك السيد كان فعلا تبليسه في رجلي، بقيت حاضي حتى تضرب. منين تضرب الى رولي وصل البونتوش مشيت ليه كنجري، ولكن السيد الاخر بدا كيمنعني. قلت له ودي ما تخصكش تمنعني، ما تمنعنيش السيد محمد، راه ما تمنعنيش، هذا راه عمل ديالي. وانا فعلا ملي كيكون شي حاجه استعجاليه فيما يخص حياه الانسان ما كنبقاش عاقل، كنولي واحد اخر. لا، خص يكون عاقل، وخص يكون عاقل في العقل. اي ولكن لا عاقل فيما يخص في الاعمال ديالي، المهنه ديالي. ولكن واخا باش يمنعني لا. هذه فرصه باش تعاود هاد القوانين. وي، خصها تعاود، خصكم تطالبوا، لان الطبيب لاش الطبيب هو حيت عندكم انتم جمعيه ديال الطبيب. اي عندنا ديال الوداديه، انا تريزور. علاش؟ لان تعاود، لان الطبيب
ولا يهمه النتائج. انا ما كيهمنيش النتيجه ربح فلان ولا ربح كيف فلان كيف سجل وكيف لا، كيهمني الصحه ديال هذاك السيد داك الحكم هو الاول واللعابه، لانه والله حتى والله احسن عاونو حتى احسن عاونو راه عنده شحال من عقليه تما، راه خصو يعني البداية باش يشوف هذوك اللعابه ويشوف عاد الناس ديال برا حتى هما خصو يكون عنده ليكود ديال برا. ياك انا عندي هو وعندي اللعابه وعندي كاع دوك الناس اللي كاينين تما في هذاك الفضاء بما فيهم الجمهور بيان سور، يوقع شي حاجه خصني نمشي. شكرا لك دكتور، الحيز الزمني لا يسمح. كنشكرك على الحضور ديالك وعلى هذا النقاش العميق. تحنا سيدي كنشكرك سي حسن على الاستضافه، وعندنا بزاف بيت قال في هذا المجال ديال الرياضه، ولكن نطلب الله فرصه اخرى ان شاء الله. وشكرا. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسة رياضية، نتلاقاو معكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناة مع ضيف آخر ومواضيع أخرى. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.